ما زلنا على الطريق نحو النفق المظلم، الطريق الذي بدأناه في الحلقة الماضية منذ ما قبل التاريخ، وصولا إلى دخول العثمانيين وتحول الجزائر إلى آيلة عثمانية أي ولاية عثمانية عام 1915. بانهيار دولة الموحدين عام 1269 أصبح المغرب العربي مقسما إلى ثلاث دويلات، هي الدولة الحفصية في تونس، والدولة الزيانية في المغرب الأوسط الجزائر، والدولة المرينية في المغرب الأقصى. وبعد سقوط دولة بني الأحمر في غرناطة ونهاية حكم المسلمين في الأندلس عام 1492 وبتحريض من الكاردينال خيمينيث، توجهت الهجمات الإسبانية إلى المدن الساحلية للدول الأمازيغية كامتداد للحملات الصليبية، مستفيدة من ضعف هذه المدن نتيجة الصراعات الداخلية. احتل الإسبان وهران وبجاية والمرسى الكبير ومدينة الجزائر، وأصبحت إسبانيا القوة الإقليمية المسيطرة على منطقة غرب البحر المتوسط. فاستعان الجزائريون بالأخوين بربروس عروج وخير الدين اللذين حققا انتصارات كبيرة على الإسبان. وبعد مقتل عروج قرر خير الدين مغادرة الجزائر والجهاد في أعالي البحار إلى حين إعادة بناء قواته، لكن أهل الجزائر عرضوا عليه فكرة الانضمام إلى الدولة العثمانية، ووافق السلطان سليم الأول وأرسل إلى خير الدين 6000 جندي، منهم 2000 جندي من جنود الإنكشارية وهم نخبة القوات العثمانية، إلى جانب عدد من السفن الحربية والأسلحة، وعينه حاكما على الجزائر بلقب بايلرداي، وهو لقب عثماني بمعنى أمير الأمراء. وبذلك أصبحت الجزائر آيلة عثمانية، وبدأ عصر الحكم العثماني لتلك البلاد، والذي استمر منذ عام 1518 إلى عام 1830، ومر بأربع مراحل، هي مرحلة البايلربايات، مرحلة الباشاوات، مرحلة الأغاوات، وأخيراً مرحلة الدايات. بدأ خير الدين هجومه على القوات الإسبانية، فاستعاد مدن قسنطينة وعنابة ومستغانم وغيرها من المدن، وهدم حصن الصخرة وهي القلعة التي بناها الإسبان فوق إحدى الجزر الصخرية المقابلة لمدينة الجزائر، ثم عمل على تقوية الأسطول الجزائري، وأوقع في صفوف الإسبان هزائم متلاحقة. ونظراً لكفاءته استدعاه السلطان العثماني سليمان القانوني لقيادة الأسطول في الجبهة الأوروبية، وخلفه على الجزائر حسن أغا أو حسن الطوشي الذي تربى في بيت بربروس وكان بمثابة الابن لخير الدين. وفي عام 1541 قاد ملك إسبانيا شارلكان أو كارلو الخامس واحدة من أكبر وأشهر الحملات على الجزائر، ونظراً لكونه رأس العالم المسيحي وقتئذ وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة التي تضم إسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وإيطاليا، فقد جهز حملة تتكون من أكثر من 6000 سفينة ومئات آلاف الجنود، ونزل على شواطئ الجزائر في أكتوبر من العام نفسه. استعد حسن أغا مع زعماء الجزائر وقرروا الدفاع عن البلاد ضد الهجوم الصليبي رغم ضعف قوتهم مقارنة بجيش الغزاة. في البداية سخر شارلكان من حصون الجزائر وحاصرها ظنا منه أنها ستكون لقمة صائغة، لكنه فوجئ بمقاومة عنيفة من جيش حسن أغا وكتائب المتطوعين الذين هبوا إلى الجزائر بمجرد سماعهم نبأ الحملة، وجاء المدد الإلهي بهبوب عاصفة شديدة ألحقت ضررا بالغا بقوات شارلكان. واستمرت عمليات الكر والفر إلى أن أوقع المسلمون بقوات التحالف الأوروبي هزيمة قاسية، وانسحب شارلكان بما تبقى من جيشه ولن تقم له بعد ذلك قائمة.
وكان من أهم نتائج هذه الحملة الفاشلة انفراط عقد التحالف الأوروبي الصليبي. واستمر حكم البايلرباييات للجزائر ما يقرب 70 عاماً، استطاعوا خلالها توقيد ركائز الحكم والقضاء على الإمارات المحلية والتمردات الداخلية وصد الهجمات الإسبانية. وتوسعت رقعة الدولة خاصة في عهد البايلرباي حسن رايس إلى ما يقرب ما هي عليه اليوم، فضمت تلمسان وقسنطينة وعنابة ومناطق نفوذ الدولة الحفصية والدولة الزيانية ومناطق الجنوب. كما تمكن حسن رايس من تحرير بجاية من أيدي الإسبان عام 1555، وبذلك تمكن البايلرباييات بداية من خير الدين بربروس ثم من جاءوا بعده من بناء الدولة الجزائرية الحديثة، وزاد نفوذهم وجمعوا إلى جانب الجزائر تونس وطرابلس. ويرى المؤرخون أن فترة حكم البايلرباييات هي الفترة التي ظهرت فيها الدولة الجزائرية بالمفهوم الحديث، خاصة ما يتعلق بأمور التنظيم السياسي. غير أن الصراع بين طبقة رياس البحر البايلرباييات الذين كانوا في سدة الحكم وطبقة جنود الانكشارية لن يهدأ. وبحسب ما ذكر المؤرخون فقد عمل جنود الانكشارية على إثارة شكوك الباب العالي العثماني خشية إقدام البايلرباييات على التمرد ومحاولة الانفصال عن الدولة العثمانية. لذا رأى العثمانيون أن وجود السلطة في يد شخص واحد على تلك المساحة الواسعة من الأرض قد يشكل خطراً، وقرر السلطان العثماني مراد الثاني فصل المنطقة وتقسيمها إلى 3 ولايات هي الجزائر وتونس وطرابلس، على أن يتم إسناد الحكم في كل ولاية إلى باشا يتم تعيينه من قبل الباب العالي ويحكم لمدة 3 سنوات فقط. وبهذا التقسيم انتهت حقبة البايلرباييات عام 1588، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر هي مرحلة الباشاوات. وعلى عكس مرحلة البايلرباييات التي تميزت بقوة الدولة ونفوذها، فإن مرحلة الباشاوات اتسمت بالضعف وانتشار الفساد، إذ اهتم كل باشا بجمع أكبر قدر من الثروة خلال فترة حكمه القصيرة، وأصبحت شؤون الحكم ومسؤولية تسيير شؤون البلاد مهمة ثانوية، فتحولت تدريجيا إلى ديوان الأوجاق أو فرقة الإنكشارية العسكرية العثمانية. واستمر الباشاوات يتعاقبون على الحكم مدة 71 عاما، واتسمت هذه الفترة بالاضطرابات الداخلية والصراعات. وكانت ثورات الكراغلة وثورات القبائل المحلية أحد الأسباب القوية التي أدت إلى نهاية حكم الباشاوات. وفي عام 1659 تقرر منح السلطة التنفيذية إلى أغا، أي رئيس فرقة عسكرية يتم انتخابه حسب الأقدمية. أما السلطة التشريعية فظلت بيد ديوان الأوجاق، وبذلك أحكم الإنكشاريون قبضتهم على البلاد في حين تراجعت مكانة طبقة رياس البحر، وبدأت حقبة جديدة عرفت بمرحلة الأغاوات، واستمرت منذ عام 1659 وحتى عام 1671. ورغم قصر هذه المرحلة إلا أنها اتسمت بكثرة التمردات والفوضى والدموية، لدرجة أن الأغاوات الأربعة الذين حكموا في تلك الفترة ماتوا جميعهم اغتيالاً نتيجة رفضهم الالتزام بمبدأ الديوان، والذي ينص على أن يتم انتخاب أغا ليحكم مدة 2 شهر ثم ينتخب غيره. شهدت تلك الفترة أيضاً اضمحلال النفوذ العثماني في الجزائر نتيجة انشغال العثمانيين في حروبهم ضد روسيا القيصرية، إلى أن نجح ليولداش، وهي فرقة عسكرية برية تابعة للجيش الانكشاري، من الانفصال الشكلي عن الدولة العثمانية، في حين حاولت فرنسا وإنجلترا أكثر من مرة احتلال الجزائر، فأرسلت فرنسا حملة بقيادة الدوق دوبوفور
عام 1663، ثم حملة بقيادة كولبير عام 1664، ثم حملة ثالثة قادها ملك فرنسا لويس الرابع عشر عام 1665، وجميعها باءت بالفشل بعد استبسال أهل الجزائر وجيجل والمدن الساحلية في الدفاع عن بلادهم. كما قامت إنجلترا بهجوم فاشل على المراكب الجزائرية في عرض البحر عام 1669، ثم هاجموا بجاية والجزائر عام 1671. حتى الإسبان والهولنديون حاولوا احتلال المدن الساحلية لكنهم فشلوا، وأبرمت الاتفاقيات بين الجزائر وهولندا ثم فرنسا ثم إنجلترا. لكن ظل سخط الأهالي على حكم الإنكشارية قائماً، وبعد اغتيال علي أغا آخر أغا عثماني حكم الجزائر، عاد رياس البحر إلى الواجهة السياسية، فأعلنوا تمردهم وعصيانهم إلى أن تمكنوا من السيطرة على السلطة، وقرروا إلغاء نظام الأغاوات واستبداله بنظام الدايات، على أن يحكم الداي طوال حياته دون أن يكون له الحق في اختيار من يخلفه، كما لا بد أن يرسل إلى الباب العالي العثماني لتأكيد اختيار الداي. واختار رياس البحر أحدهم وهو الحاج محمد ليكون أول داي بمعنى قائد على الجزائر. وعليه بدأت المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الجزائر في ظل الحكم العثماني، وهي مرحلة الدايات الطويلة، والتي استمرت لأكثر من قرن ونصف منذ عام 1671 وحتى عام 1830. خلال هذه المرحلة شهدت العلاقات بين الجزائر والدول الأوروبية تراوحا بين الحرب والسلام والعداوة والمصادقة، عدا إسبانيا التي ظلت في حالة حرب مع الجزائر إلى أواخر القرن الثامن عشر. وبعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789 اعترفت الجزائر بالحكومة الفرنسية الجديدة، ما وطد العلاقات أكثر بين الجزائر وفرنسا، وقام بتمديد معاهدة السلام بينهما 100 عام أخرى، غير أنه سرعان ما توترت العلاقات بين الدولتين، في حين استغلت إنجلترا هذا التوتر ووطدت علاقتها مع دايات الجزائر وساد هدوء نسبي. لكن هذا الهدوء لم يدم طويلا، فبعدما استطاع الإنجليز هزيمة نابليون في معركة ووترلو الشهيرة عام 1815، انقلب التوجه السياسي الأوروبي، ما جعل الجزائر عرضة للعديد من الهجمات. فهجم الأسطول البريطاني بقيادة اللورد إكسموث على الجزائر عام 1816، وفي عام 1824 شن الإنجليز حملة عسكرية أخرى على مدينة الجزائر، لكنهم واجهوا مقاومة عنيفة من الجزائريين اضطرتهم للانسحاب. أما الإسبان فشنوا 3 حملات عسكرية لاحتلال مدينة الجزائر باءت جميعها بالفشل. لقد خلقت فترة حكم الدايات الطويلة على ما يبدو نوعا من الاستقرار السياسي، وساعدت على بناء جيش قوي وأسطول بحري استطاع دون معاونة العثمانيين رد الهجمات الأوروبية المتلاحقة. لكن بداية من عام 1792 ظهرت حركات العصيان والتمرد بين السكان المحليين، خاصة سكان الريف، بسبب الضرائب التعسفية التي كانت تفرض عليهم، وتأزمت الأمور وانتشرت الفوضى الناتجة عن تجاوزات الحكام الأتراك وتهميش أهل البلد واقتصار المناصب العليا في الجيش والدولة على طبقة الأعيان والعنصر التركي. كما أدى احتكار اليهود لتجارة القمح إلى ارتفاع الأسعار، فعم السخط أوساط الشعب، وقاد محمد بن عبد الله الشريف والملقب بالبودالي ثورة ابن الأحراش في عهد الداي مصطفى باشا، وأمر أتباعه بالهجوم على الحاميات التركية، ثم توجه إلى قسنطينة عام 1804 وكاد يستحوذ عليها لكنه لم ينجح،
ثم حاول الاستيلاء على بجاية دون جدوى، وواجه مقاومة عنيفة إلى أن تم قتله في إحدى المعارك عام 1807. كما قاد عبد القادر بن الشريف بدعم من المغرب ثورة درقاوة عام 1802 ضد العثمانيين في الجزائر، وقاد محمد الكبير التيجاني الثورة التيجانية، إلا أن حكومة الدايات نجحت في إخماد هذه الثورات. أرهقت هذه الأوضاع المتردية في الداخل والأطماع الأوروبية الدولة الجزائرية، فضلاً عن مماطلة فرنسا في قضاء دين القمح الذي اشترته فرنسا عقب الثورة الفرنسية عن طريق اليهوديين بكري وبوشناق والمدعومين من عائلة روتشيلد الشهيرة. وفي عام 1824 أرسل الداي حسين والي الجزائر ثلاث رسائل إلى الحكومة الفرنسية بشأن هذا الدين، لكنه لم يتلقى رداً مما أثار غضبه. وفي آخر أيام شهر رمضان عام 1242 هجرية الموافق لشهر أبريل عام 1827 ميلادية، دعا الداي حسين قناصل الدول الأجنبية إلى القصر بمناسبة حلول عيد الفطر. في هذه الأمسية التاريخية احتدم النقاش بين الداي حسين والقنصل الفرنسي بيير دوفال والذي عرف بخبثه ودهائه، ويذكر المؤرخون أنه تفوه بكلام لا يليق، فثارت ثائرة الداي وضربه بمروحة ورقية كانت في يده وطرده خارج المجلس. عرفت هذه الحادثة فيما بعد بحادثة المروحة، واعتبرتها حكومة شارل العاشر إهانة لفرنسا، واستغلتها كذريعة لغزو الجزائر والتخلص من الدين المالي. في العام نفسه وقعت معركة نافارين خلال حرب الاستقلال اليونانية، وتدمر الأسطول البحري العثماني إلى جانب الأسطول الجزائري الذي كان معاوناً للعثمانيين، ولعل الفرنسيين استغلوا ذلك. وفي 12 من يونيو عام 1827 وصلت أربع سفن حربية فرنسية إلى الشواطئ الجزائرية، وقام قائدها كوليي بتوجيه شروط للداي حسين ومنحه أربعة أيام للرد، فإما أن يقدم اعتذارا للقنصل الفرنسي ويلغي ما تبقى من الدين المالي، أو سوف يضرب الأسطول الفرنسي حصارا على مدينة الجزائر. رفض الداي الشروط، فحاصر الأسطول الفرنسي الجزائر مدة 3 سنوات، ولما لم يثمر هذا الحصار عن نتيجة قررت فرنسا إرسال حملة عسكرية إلى الجزائر لاحتلالها بزعم استرجاع شرف الأمة الفرنسية وردا على إهانة الداي للقنصل الفرنسي، على الرغم من أن احتلال الجزائر كان مخططا له منذ عام 1808 على حسب ما روى المؤرخون الفرنسيون أنفسهم. انطلقت الحملة من ميناء طولون في مايو عام 1830 بقيادة الأدميرال دوبري، وتمركزت السفن الفرنسية بخليج سيدي فرج. حاولت القوات الانكشارية ومقاتلو القبائل الجزائرية صد هذا الغزو، إلا أن الفرنسيين تمكنوا من الإنزال وتوجهوا إلى مدينة الجزائر وهزموا جيش الداي حسين وقوات المقاومة الشعبية في معركة سطاوان، ودخلوا مدينة الجزائر بعد 3 أسابيع من بدء الحملة. لم يجد الداي حسين بدًا من الاستسلام في مقابل حياته والاحتفاظ بممتلكاته الخاصة، وغادر مع عائلته إلى مدينة نابولي الإيطالية، كما رحلت القوات الانكشارية إلى تركيا. وبرحيل آخر الدايات والقوات الانكشارية انتهى الحكم العثماني للجزائر بعد أكثر من 3 قرون من حكم الجزائر، تاركين من ورائهم أسوأ احتلال عرفته البشرية. في البداية تعهد الفرنسيون بعدم التعدي على الحريات الشخصية والدينية والممتلكات الخاصة للجزائريين، وأقنعوا البعض بأنهم ما جاءوا إلا لتخليص الجزائر من الاستبداد العثماني، لكن وكما هي العادة
كانت تلك مجرد وعود وهمية، وسرعان ما انطلقت القوات الفرنسية تنهب وتقتل وتدنس دور العبادة، وبدأت فرنسا تأسيس الهيمنة الكاملة وأعمال القتل الجائر بوحشية، ووصلت جرائمهم المبكرة في بعض الأحيان إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأحكم الفرنسيون قبضتهم على الجزائر، وفرضوا سياسات الاستعمار، وصادروا الممتلكات والأراضي الزراعية، وبدأوا في تجنيد كتيبة الزواف أو المساعدين للقوات الفرنسية من السكان الأصليين بهدف تعقب المقاومين ومحاربتهم والتصدي للانتفاضات الشعبية والثورات، كما تمكنوا من احتلال وهران ومستغان وغيرها من المدن. وفي يوليو عام 1834 ضمت فرنسا رسميا المناطق التي احتلتها باعتبارها مستعمرة عسكرية يحكمها حاكم عسكري فرنسي. لكن سرعان ما ظهرت المقاومة الجزائرية في الشرق بقيادة أحمد باي، وفي الغرب بقيادة الأمير عبد القادر ابن محي الدين والمعروف بلقب عبد القادر الجزائري، وهو المجاهد الذي لمع اسمه في سماء الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي. نظم الأمير عبد القادر جيشا من القبائل أطلق عليه لقب الجيش المحمدي، واعتمد أسلوب الكر والفر فأرهق الفرنسيين وأربك صفوفهم وأوقع بهم هزائم كثيرة. ورغم وحشية الفرنسيين إلا أن الأمير عبد القادر كان يعامل أسراهم بقيم الإسلام السمحة، وهو ما أشاد به الفرنسيون أنفسهم في مذكراتهم. وتوالت انتصاراته رغم التفوق الكبير للقوات الفرنسية في العدة والعتاد، فضاعفت فرنسا من قوتها في سبيل هزيمة الأمير عبد القادر والقضاء عليه، إلا أنه استطاع إذلالهم وتحرير وهران، ثم توجه إلى تلمسان عام 1836. وهنا قرر قائد القوات الفرنسية الجنرال توماس روبير بيجو تغيير سياسته ومفاوضة الأمير، ووقع في عام 1837 معاهدة تفنى، والتي اعترفت فيها فرنسا بسلطة الأمير عبد القادر على مساحة تقدر بثلثي مساحة الجزائر الحالية، على أن يظل الشريط الساحلي تحت سيادة الفرنسيين. بيد أنه لم يمضي وقت طويل حتى تمكن الفرنسيون من الاستفادة من المعاهدة والقضاء على مقاومة أحمد باي في الشرق، ودخلوا مدينة قسنطينة بعد سنوات من المقاومة، فاعتبر الأمير عبد القادر احتلال قسنطينة خرقا للمعاهدة، وسرعان ما تجددت المواجهات بين الطرفين، وبدأت موجة جديدة من الوحشية الفرنسية، فأحرقوا قرى بأكملها وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ دون رحمة. وخوفا من هذه القسوة المفرطة، راحت القبائل المتحالفة مع الأمير عبد القادر تنسحب من التحالف واحدة تلو الأخرى. وفي عام 1844 حقق الفرنسيون انتصارهم الأول على الأمير الذي تناقصت قوته في الفترة الأخيرة، فتحرك إلى حليفه سلطان المغرب المولى عبد الرحمن بن هاشم، لكن القوات الفرنسية تقدمت لمواجهة قوات السلطان، وانتصر الفرنسيون في معركة إسلي قرب مدينة وجدة المغربية، واضطر السلطان إلى توقيع معاهدة طنجة، والتي تنص على موافقة الحكومة المغربية تسليم الأمير عبد القادر وإنهاء الجهاد المسلح ضد المحتل الفرنسي. وفي عام 1847 وبعد 17 عاما من الجهاد، أسر الفرنسيون الأمير عبد القادر ونفي إلى مدينة طولون الفرنسية، ثم إلى أمبواز، إلى أن استقر به المقام أخيرا في دمشق عام 1856، وتفرغ للتصوف والفلسفة والكتابة في بيت الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي. لكنه لم ينقطع عن الحياة السياسية والاجتماعية، ويذكر له التاريخ حمايته لعدد كبير من المسيحيين خلال الفتنة الطائفية العنيفة التي وقعت بدمشق عام 1860. وفي عام 1883 وفته المنية، وانطوت صفحة الأمير عبد القادر،
لكن لم تنطوي صفحة المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي. ما زلنا مستمرين في رحلتنا الطويلة نحو النفق المظلم، ولا تنسى أنه ربما يكون الكنز هو الرحلة.